الأطفال. التفاصيل في تقرير علي فتوح. عرض للمفكرين والعلماء لمهارات التفكير التي قادتهم إلى النجاح، وطرح للحلول الفاعلة في مجال اختصاصهم بهدف مساعدة الأجيال الصاعدة على تشكيل مستقبلهم المهني. هذا ما هدف إليه مهرجان المفكرين في أبوظبي 2013، الذي شارك فيه عدد من العلماء الحائزين على جوائز نوبل خلال السنوات الماضية، تكريما لهم ولإنجازاتهم التي تخدم البشرية جمعاء، إلى جانب أكثر من 400 من الشباب والطلاب من أكثر من 60 دولة. محاور المهرجان شملت مجالات عدة، منها تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والنماذج الإبداعية للتعليم العالي. سنخلق العالم العربي الذي يقوم على التكامل وعلى العلم وعلى الحرية وعلى المساواة عندما نركز على التعليم. الشباب هو المستقبل، والشباب هو الركيزة الأولى لننطلق إلى المستقبل بإذن الله. جاء ذلك في الوقت الذي تقوم فيه دولة الإمارات بزيادة الاستثمارات المتعلقة بالبحث العلمي وتطوير المناهج وتوسيع آفاق المؤسسات العلمية من خلال تأسيس هيئة البحث العلمي الوطنية التي رصدت لها ميزانيات كبيرة، وغيرها من المبادرات التي تشجع البحث العلمي وتطوير مساره في الإمارات. مستوى الدول وتقدمها ورقيها ومستواها المعيشي وتصنيفها دوليا يعتمد على مدى قدرتها على توفير تعليم يواكب التطور العالمي. جلسات المهرجان أكدت الترابط الواضح بين الصحة والتعليم، حيث تكون المجتمعات المتميزة بأفرادها المتعلمين مجتمعات صحية، على اعتبار أن التعليم في المجتمعات يعزز أسلوب العيش الصحي ويدعم الصحة الشخصية والعائلية وبالتالي المجتمعية. على الرغم من التطورات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا في العالم، إلا أن البحث العلمي في الوطن العربي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وتأتي هذه المؤتمرات وندوات العلمية لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي بما يفيد الجيل الجديد. علي فتوح، CNBC عربية، أبوظبي. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج